ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شداتهم الكاميرا، شوفوا شنو لقاهم كيديروا في محل تجاري. تداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم واتق ما قامت به 4 سيدات في محل تجاري، حيث تقوم إحداهن بإلهاء صاحب المحل، فيما تقوم الأخريات بسرقة قنينات الزيت من فئة 5 لتر دون أن ينتبه إليهن صاحب المحل. هذا وقد حذر صاحب المحل من هذه الفكرة الماكرة وطالب بضرورة انتباه أصحاب المحلات التجارية من هؤلاء النسوة. يا ودي يا ودي، شهر الغفران، شهر رمضان، الناس كيديو الأجر مساكن، هما شي شفارات اللي شافوهم يعقل عليهم، هما راه كيكونوا 4. هو انا هنا فين دخل عندهم الدري وما يسخروا، سير تسخر سير شوف هادي شحال دايره، هما 4. لقيتي اللي غيمشي الدري باش يشوف شحال البياسه شحال دايره، هو غيجي عندي. ها هي 5 لترات الزيت مشات الاولى، يلا درقي حتى لعند الله ان شاء الله. الاولى مشات، هما ماشي كيضرك في شي، هي وقفات ليها في الطريق باش ما يجيش كاع لتما. ها هي الثانية حتى هي مشات، سير زيدي الثالثة تانتي تحرقي بها ان شاء الله عند الله. اذا هي الثالثة حتى هي باش غتحرق ان شاء الله في جهنم. ها هما اللي شافوهم يعقل عليهم، حنا راه ما ديما نستافد منهم مازال. صافي مشاو، هو خامل التمين المهم راه كيكونوا باينين، هما 4.